قمنا هذا اليوم بعملية تسليم واستلام المهام مع المدير الجديد السيد هشام علالو، اللي نتمنى له التوفيق إن شاء الله في المهام تاعو النبيلة، حيث تم تعييني بمديرية الصحة والسكان لولاية بغليزان. تشرفنا اليوم بحضور السيد محمد خزروني، المدير السابق للمؤسسة الاستشفائية العمومية بمازونة، الذي نتمنى له التوفيق في معامله الجديدة، وهذا لتسليم واستلام المهام حسب ما ينص عليه القانون. على كل حال حنا راح نواصلوا بنفس وتيرة العمل للحفاظ على المكتسبات اللي كانت في المستشفى هذايا، وتدعيم المكتسبات هذه حتى بإطارات طبية وشبه طبية إن شاء الله. ليصلكم كل جديد اشتركوا في قناة الخبر على اليوتيوب، ولا تنسوا تفعيل الجرس.